هذا من كلام صحفي يقولوا انه زمموش يقترب من راتب 400 مليون شهريا، والله يا 360 اخوي مليون على ان ما شاء الله يا اعتقد. اخوي، ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله ماذا بينا ان شاء الله. انا نقول لهم عندهم مشكل يروحوا لا ليغ ناسيونال يجبدوا العقد تاعي ويشوفوا شحال راني نخسر، هما راش نفتح الطابله بالعاميه يروحوا يشوفوا العقد تاعي ويقول لك زعما مش هو يختلق دائما يهضر على الاموال. انا جامي هضرت الاموال، انا الشيء اللي نهضروا مع رؤساء الانديه ولا الرئيس اللي تفهمني نقول له قيمني بصفه لاعب اتحاد العاصمه، هذا واش نقول له. لكن انت صرحت على ما اعتقد العام الماضي وقلت بانه على ما اعتقد شباب قسنطينه عرض عليك مبلغ ضخم في والله عطوني مبلغ ضخم وما حبيتش نروح، ما من فريق مدير جديد ممكن عطاني، تعطيني الرقم يعني ما نقدرش نهضر على الرقم هذا باين الناس يحتار. انا واحد الناس نحترم، كاين الناس اللي بالك ما يلحقوش الشيء هذا، الانسان لازم يحترم هادو. والله عطوني مبالغ كبيره والله ما رحت، كي نزيد نوضح لهم باللي نهار رحت من ليسما المولوديه والله عطوني اتحاد العاصمه مبلغ كبير واش عطوني مولوديه الجزائر. لماذا اذا رحت؟ انا ما في بالك ربي اللي خلاني يستر لي الامور هذه باش نروح الفريق هذا، والشيء الايجابي بالنسبه لي الخيارات تاعي دائما كانوا ايجابيه، وين نروح ندير لي تيتر هذا هو الشيء الايجابي بالنسبه لي.